أن نعرف على وجه التحديد فيما يتعلق بالحالة اليمنية أن هنالك قرارات راديكالية جذرية اتخذها الرئيس عبد الرب منصور هادي بالأمس وأول أمس، وهذه القرارات كانت تعني فيما تعني تصفية كل الجيوب الرافضة للتغيير في إطار النظام القديم. بالنظر وبالتالي هذا هذا ليس تصادفا عفويا في تقدير الشخصي، هنالك أجندات سياسية غير مشروعة في تقدير الشخصي ولا علاقة لها بالمستقبل، وهنالك نوع من استغلال هذه العفوية الجماهيرية المتضببة حتى في معرفة هذه المسألة بدقة. على الصعيد الأمني، وطالما نتحدث عن استغلال الموقف، فهل يمكن أن تستغل هذه الأحداث من قبل عناصر يعني تمارس العنف في اليمن كالقاعدة مثلا لمزيد من عدم الاستقرار؟ بطبيعة الحال كل الذين يرفضون التغيير الإيجابي الطبيعي نحو مجتمع ديمقراطي تعددي متسامح وعصري، كل هؤلاء إما أن يكونوا مشاركين في أفق ما أو أن يكونوا راضيين ومطمئنين لما يحصل، وهذا ليس لصالح اليمن بحال من الأحوال. طب كيف تقيم رد فعل الحكومة اليمنية والرئيس اليمني على الأحداث والتعامل، طريقة التعامل مع الأحداث ومع المحتجين؟ كانت طريقة منطقية وعاقلة في تقدير الشخصي، سواء فيما يتعلق بعدم الاصطدام بالجماهير بطريقة راديكالية أو جذرية أو دراماتيكية، وأيضا فيما يتعلق بطمأنة الجانب الأمريكي، واعتبار أن هذه مسألة يعني صادرة عن جماعات عفوية، وحتى كانت هنالك إشارة في تصريحات الرئيس عبد الرب منصور هادي في أن هنالك قد يكون هناك قوة لها علاقة بالموضوع ولكنها ليست واضحة المعالم الآن. تبعا لذلك أنا أقرأ الموقف الرسمي اليمني باعتباره موقفا إيجابيا، لأن الموضوع برمته فيه افتعال كبير. الحقيقة أن الإساءة للدين الإسلامي من أي طرف من الأطراف يمكن أن يلاحق بطريقة قانونية وعبر القنوات الشرعية ولا أن يجير على الدول بكاملها. لكن هل يمكن التحكم في مشاعر الناس؟ يعني في مصر مثلا أعلنت الحكومة أنها ستقاضي أو ستحاول مقاضاة المسؤولين عن إنتاج هذا الفيلم، لكن لم يمنع هذا ردود أفعال غاضبة وأحداث أيضا يعني دارت أمام السفارة الأمريكية وربما لا زالت تدور حتى هذه اللحظة. للأسف الشديد هنالك موجة في العالم العربي الآن عفوية إلى حد كبير جدا، فيها درجة عالية من التضبب، درجة عالية من الاستنساب الافتعالي إنجاز التعبير، وهذه المسألة بحاجة من قبل النخب السياسية ومن قبل علماء الدين حتى ومن قبل المثقفين في أن ينوروا الناس إلى أنه من الضروري بمكان أولا معرفة الحقيقة، ما هي الحقيقة وما حجم هذه الحقيقة، لأننا في نهاية المطاف جزء من هذا العالم ولا نستطيع أن نغرد خارج السلم الإنساني، وعلينا أن نؤمن بأن التغيير الذي يتم في العالم العربي هو تغيير موضوعي وسيأخذ مجراه. شكرا جزيلا لك دكتور عمر عبد العزيز المحلل السياسي اليمني.